السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي في الله، هذا هو فرس النار. انظر معي أخي الحبيب إلى هذا التصميم العجيب جدا. دراسة حديثة حيرت الباحثين لسرعة ركض أو هروب هذا المخلوق الذي يزن بحدود 1500 كيلوغرام، يعني الطن ونصف، أشبه بسيارة أو أشبه بشاحنة صغيرة. فنشاهد الآن كيف يجري هذا المخلوق الضخم على قوائم رفيعة بسرعة تقريبا تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة، وهذه السرعة كبيرة جدا جدا بالنسبة لحجمه، لأنك أمام مخلوق حجمه هائل ويسير بهذه السرعة. فقاموا بتبطيء حركة هذا الكائن لمعرفة سر هذه السرعة، كيف يستطيع أن تخيل شاحنة 1500 كيلوغرام لها أرجل وتقفز بكل مرونة وكل هدوء. طبعا الذي وجده العلماء أن هذا الكائن يطير في الهواء، سبحان الله، ربما نعجب أنه يتبع نظاما لحركة أرجله الأربعة، بحيث أنه يبقى تقريبا 0.3 من الثانية في الهواء رافعا أرجله الأربعة، وهذا يوفر كثيرا من الطاقة. دعوني أولا قبل أن نتحدث عن التصميم المبهر لهذا الكائن العجيب، دعوني أنظر معكم إلى حركة هذا الكائن. انظر أخي الحبيب هنا، هذا بالتصوير البطيء، 1500 كيلوغرام يتحرك بطريقة يعني عجيبة جدا ومرنة. طبعا هو يتحرك بهذه السرعة عندما يهرب من فرس نهر آخر، يلاحقه هنا فرس نهر آخر كما نرى، فهو يهرب منه وبالتالي يتحول لكائن شرس جدا ويجري بسرعة كبيرة جدا بالنسبة لحجمه. انظر إلى حركة هذه القوائم، كيف يستند إلى جنب ثم الجنب الآخر، ويبقى تقريبا لمدة 15% من مدة جريانه في الهواء، و 85% يكون مستندا على رجل أو أكثر. وبالتالي يعني هذا الأمر أنا أود أن أحلله معكم من الناحية التصميمية. يعني هذا الكائن، انظر معي أخي الحبيب، هذا الكائن يعني يتميز برأس كبير جدا، الفك فكه كبير لدرجة أنك لو هاجمه أسد مثلا يمكن أن يدخل رأس الأسد في فكيه ويطبق عليه بقوة هائلة، يستطيع كسر عظامه. يعني قوة إطباق فك فرس النهر هائلة جدا، لذلك كل الحيوانات تخشى منه، مع العلم أنه يعيش في الماء ومعظم وقته راكد تحت الماء، وهذا طبعا يوفر عليه الطاقة، يؤمن له الحماية، ويستطيع أن يقوي عضلاته ويحافظ على قوتها لكي يستخدم هذه القوة في حالات الفرار أو الهروب. الحقيقة هذا المخلوق أخي الحبيب، عندما نتفكر لماذا خلقه الله ولماذا يحير علماء القرن الحادي والعشرين اليوم، الله عز وجل يقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فهذا المخلوق هو دليل على وجود الله، دليل على وحدانية الله، لأنك مهما فكرت
لا يمكن لإنسان عاقل أن يقتنع أن مخلوقا كهذا بهذه القوة وهذا التصميم الفريد وهذا الإبداع جاء نتيجة سلسلة عشوائية من المصادفات. يعني تخيل نفسك أحضرت لابنك هذه الأحرف التي يتعلمون من خلالها ويركبون بعض الكلمات، فذهبت وأحضرت مجموعة من الحروف، كل مربع فيه حرف مثلا أو فيه ستة أوجه، كل وجه له حرف، ومربعات فيها أرقام، وبدأت تخلطها لمدة مليون سنة، لا أقول لك لمدة شهر، مليون سنة وأنت تخلط. هل تتصور أن تخرج بكتاب مثلا في الرياضيات فيه معادلات رياضية؟ هل تتصور أن تخرج بكتاب مثل كتب أينشتاين مثلا؟ لا يمكن أبدا. يعني نحن إذا تعاملنا حسب نظرية أو مبدأ الاحتمالات لا يمكن للطبيعة أن تصمم مخلوقا كهذا، ويحير العلماء اليوم. لذلك هنا عندما نقرأ هذه الآية الكريمة، أنا أريد منك أن تقرأ الآية قراءة جديدة، قراءة تدبرية تأملية، ليس مجرد عبادة. العبادة مطلوبة، ولكن الله أراد منا التدبر. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونهم بل الظالمون في ضلال مبين. هذه الآية أيها الأحبة تخاطب كل من يعتقد أن الكون نشأ بالمصادفة، كل من يعتقد أن الكائنات جاءت نتيجة طفرات عشوائية. الله يقول لهم فأروني ماذا خلق الذين من دونهم. ماذا خلق العلماء اليوم؟ يعني لو تأملنا في أحدث أو أكثر الاختراعات فائدة للبشر، ما هي؟ اخترع مثلا الطائرات، اخترع معها الطائرات الحربية التي تدمر، واخترع معها القنابل النووية، واخترع معها الأسلحة، وكانت دمارا. يعني فيها فائدة ولكن لها جانب سيء جدا. خلق الله ليس له جانب سيء. يعني هذا المخلوق فرس النهر، وهذه صورة لطيفة له، انظر إلى هذا التصميم أخي الحبيب، أكثر من 1500 كيلوغرام، جلد سميك جدا يصعب على الوحوش أن تخترقه بأنيابها، فكين قويين جدا، ورأس كبير، ومرونة في الحركة، ومناورة أيضا في الدفاع عن النفس. وهذا الفرس ضروري جدا للحفاظ على التوازن البيئي. يعني هو غير مخلوق غير عبثي، له دور في بيئته تماما مثل أي مخلوق آخر، مثل الضفادع، الحيتان، الأسماك، الإبل، كل مخلوق له دور في هذه البيئة، حتى النمل له دور في تنظيف البيئة وفي التوازن البيئي. الله تبارك وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فمثل هذا الإله لا يمكن أن يخلق مخلوقا عبثا، وبالتالي هذا المخلوق الهدف من وجوده أولا لنرى عظمة الخالق، وأنه لا يوجد شيء عبث في هذا الكون، وأن هذا المخلوق دليل على وجود خالق عليم منظم حكيم مبدع سبحانه وتعالى. طيب الآن دعوني أطرح هذا السؤال بهذه الصيغة، كم عدد المخلوقات على وجه الأرض؟ هناك أيها الأحبة مليارات المخلوقات حقيقة،
ملايين الأنواع من البكتيريا، ملايين الأنواع من الفيروسات، من الحشرات، من النباتات، تنوع هائل جدا جدا جدا، حتى إن العلماء اليوم يعتقدون أننا لم ندرك إلا 5% من حجم الكائنات الحية التي تعيش على هذه الأرض. يعني هناك في أعماق البحار ملايين الكائنات لم تكتشف بعد. لذلك معلوماتك أيها الإنسان كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فخلاصة هذا اللقاء أيها الأحبة أن الله عز وجل وضع هذا التنوع الكبير كدليل على وجوده ورحمة منه بك لكي لا تنحرف نحو الإلحاد، رحمة من ربك. وإلا هذا الخالق العظيم هل هو بحاجة أن يثبت لك أنه موجود؟ هو الغني عن عباده، ولكن بما أنه أعطاك عقل وأعطاك قدرة على التفكير والتأمل والتدبر فوضع لك أسباب تدل على وجوده إذا تفكرت فيها. وهذا المخلوق على فكرة الذي هو فرس النهر وغيره كل المخلوقات على الأرض هي كائنات بالنتيجة اجتماعية لها عاطفة وتربي أولادها ولها تمارس الحب، أحيانا تمارس الغش والخداع، أحيانا تمارس الحسد كما في عالم النمل وغيره، لديها إخلاص لأزواجها. فإذا هي كائنات أيضا مثل البشر، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فإذا كان أمثال هذا الفرس النهر الذي نظنه مخلوق لا قيمة له أو بهيمة لا يعقل، وحتى النملة وحتى كل الكائنات ستحشر إلى ربها. فالإنسان الذي يقوم بالأعمال السيئة والأعمال والظلم والإفساد في الأرض لابد أن يحشر إلى ربه أيضا، ولابد أن يحاسب، ولابد أن يقام العدل يوم القيامة. فكل إنسان يأخذ حقه. وبالتالي أيها الأحبة أنا دائما أحب أن أتأمل هذه المخلوقات لنزداد إيمانا بالله وبعظمته وقدرته ولنثبت إيماننا أكثر. نحن بحاجة لتثبيت الإيمان كما قال تعالى مخاطبا حبيبه عليه الصلاة والسلام كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال أيضا على لسان سيدنا إبراهيم قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اطمئنان القلب دائما في هذه الدنيا حتى نلقاه وهو راض عنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.